تأجيل اجتماع العسكر وقوى الحرية والتغيير للمرة الثانية. في تفاصيل هذا الخبر، أرجأت الوساطة الإفريقية للمرة الثانية اجتماع لقوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري، وكان المقرر له يوم أمس إلى يوم غد الثلاثاء بناء على طلب الحرية والتغيير، وذلك لإجراء مزيد من التشاور حول الوثيقة الدستورية. حضر وفد المجلس العسكري برئاسة الفريق شمس الدين كباشي والفريق ياسر العطي إلى مقر التفاوض بفندق كورنثيا، والتقى بالوسيط الأفريقي، بينما تغيب وفد قوى الحرية. وقال عضو وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير صديق يوسف لصحيفة السوداني أمس إنهم طلبوا تأجيل الجلسة مع المجلس العسكري، ولفت إلى أن قوى الحرية والتغيير ما زالت تدرس الوثيقة. بداية أستاذ أشرف، هذا التأجيل تكرر، فما الذي يدور هناك؟ هذا التأجيل هو جاء بطلب من قوى الحرية والتغيير لإجراء مزيد من المشاورات داخل مكوناتها حول الوثيقة أو حول مسودة الوثيقة المقدمة حتى تخرج بموقف موحد يمثل قوى الحرية والتغيير. وربما أيضا قوى الحرية والتغيير أرادت تأجيل هذه الوثيقة لتكمل أيضا مشاوراتها مع الجبهة الثورية، وكانت الجبهة الثورية وهي جزء من تحالف نداء السودان قد أبدت كثير من الملاحظات على ما يجري في العملية التفاوضية الحالية. كل هذه المسائل هي التي ربما جعلت قوى الحرية والتغيير تطلب من الوسيط بأنه يقوم بتأجيل هذه التفاوض حتى الثلاثاء، حتى أستاذ أشرف، هناك من يرى أن هناك خلاف داخل قوى على الحرية والتغيير، هل هذا الكلام صحيح ابتداء؟ هو موجود، يعني هنالك خلاف وتباين في الآراء. طبعا كما تعلم أن قوى الحرية والتغيير هي تضم أكثر من 82 مكون، وهي في مجملها يعني تنضوي أو تأتلف تحت تحالفات حتى داخل قوى الحرية والتغيير، تمثل تجمع المهنيين السودانيين، تجمع الاتحاد المعارض، قوى الإجماع الوطني، وقوى نداء السودان. قوى الإجماع الوطني كانت قد أصدرت بيانا أبدت فيه كثير من الملاحظات فيما يتعلق بالوثيقة، وكذلك الحزب الشيوعي السوداني وهو جزء من منظومة قوى الإجماع الوطني كانت لديه كثير من التحفظات. ولكن الآن هنالك اجتماع منذ الأمس انعقد بشكل مطول بين كل مكونات قوى الحرية والتغيير حتى تخرج بموقف موحد فيما يتعلق بشأن الوثيقة. هل ترى أن المسافة أصبحت بعيدة من توقيع اتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير كقراءة لمستقبل الأحداث من خلال مجريات الأحداث في الأيام القليلة الفائتة؟ يعني واضح أن التحفظات هي ليست بالسهلة، التحفظات تحتاج إلى إرادة وعزيمة كبيرة حتى يتم تجاوزها، خاصة وأن هنالك تحفظات بدأت من قبل قوى الحرية والتغيير فيما يتعلق بمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بضرورة تضمين حصانات للمجلس السيادي ورئيس المجلس السيادي، وكذلك عدم مغاضاة أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في هذه الفترة الانتقالية التي تبلغ مدتها 3 سنوات، ورفضت ذلك قوى الحرية والتغيير، وربما ستظل هذه هي العقبة الكؤودة التي يمكن أن تواجه مسودة. فقط هذه العقبة أم هناك عقبات أخرى في داخل الاتفاق؟ أيضا هنالك بعض المسائل هي إجرائية فيما يتعلق بالجهاز التنفيذي، مثلا المسائل المتعلقة بأنه من يقوم بتعيين الولاة الولايات هو المجلس السيادي وليس رئيس مجلس الوزراء. حتى في مسألة العقبة التي ذكرت الأولى وهي عقبة الحصانات، كيف يمكن تجاوزها؟ هل يمكن نصل لرؤية توافقية تجمع بين الرأيين؟ في الظروف الحالية يصعب جدا على قوى الحرية والتغيير تقديم تنازلات، لأن التنازلات ستكون مرة جدا، خاصة أن مطالب وسقوف مطالب الشارع أصبحت مرتفعة فيما يتعلق بقضايا الشهداء الذين سقطوا منذ ديسمبر الماضي، وكذلك الذين تحديدا سقطوا في مجزرة الاعتصام. كل الذين يخرجون الآن في هذه المواكب يرددون هتافات واضحة إنه الدم قصاد الدم ولن نقبل الدية، وهذا يعني أنه لا بد من مغاضاة الذين كانوا جزءا من عملية فض الاعتصام أو كانوا جزءا أيضا من عملية قتل العديد من الشهداء الذين سقطوا وصعدت أرواحهم عالية في سبيل تحقيق هذه الثورة.